من خلال 4 جمل فقط رح تكتسب مفردات، تعابير وأفعال مهمة باللغة الإنجليزية بتساعدك تتحدث بشكل سليم عن حياتك اليومية، ورح تتقدم بذلك خطوة إلى الأمام نحو طلاقة اللسان باللغة الإنجليزية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم حبايب قلبي. خلينا أعطيكم سؤال اليوم قبل ما نبدأ بالدرس. مريم is a sprinter. Sprinter هو العداء الذي يركض بسرعة قصوى. She can فراغ very fast. يعني هي تستطيع بسرعة. الاحتمالات هن run, runs, not runs. اكتب لي جوابك بتعليق تحت الفيديو، بتلاقي جواب وشرح هيدا السؤال بآخر الدرس المقبل إن شاء الله. وتأكد تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس ليوصلك دروسي أول بأول وتكون من أسياد اللغة الإنجليزية. يلا let's get started. وكالعادة هذا الدرس مجاني لإلك، بس كتير مفيد وكتير غني، بس حيكلفك لايك وتعليق تحت الفيديو. إذا كل يوم بعد العمل ألتقي بأصدقائي ونشرب القهوة معا، ما حتصدق قديش حتعلم من هذا الدرس. حنتعلم كلمات كتير مهمة، وحنتعلم الجمل، تكوين الجمل بأكثر من زمن من دون ما تحس حالك عم تتعلم قواعد. إذا كل يوم، شو معنى كل يوم؟ every day، كلمتين، أوكي؟ نكتبها كلمتين every day. إذا كانت كلمة واحدة تصبح adjective، صفة، أوكي؟ every day كلمتان. بعد العمل after يعني بعد، عمل يعني work. إذا شو صار عنا الآن؟ every day after work، كل يوم بعد العمل. every day after work ألتقي بأصدقائي. طب نحن عم نتحدث عن شيء يحصل بشكل يومي، شيء يتكرر. لمتابعني؟ صار بيعرف إننا نتحدث عن عادات أو أعمال تتكرر، هنستعمل the present simple tense. إذا ما بتعرف تأكد تتابعني حتى تصير تعرف وتصير أحسن مني إن شاء الله. every day after work أنا، إذا سنبدأ الجملة بالضمير I ثم الفعل يلتقي meet. هل سنقول meets هنا؟ كلا، لأنه مع I بالمضارع البسيط لا نزيد إلى آخر الفعل S. إذا I meet بأصدقائي، أصدقائي أنا. إذا بدنا نحط كلمة بتدلنا إنه هول أصدقائي، ينتمون لي، هم لهم علاقة بي. شو هو الشيء، الكلمة اللي حتدل على هذه الملكية؟ هي my، لأنه لي I my لي. ثم صديق يعني friend، والجمع سوف نقوم بزيادة S إلى آخر الاسم. إذا my friends، I meet my friends. okay. لنعمل الجمع للأسماء سنقوم بزيادة S، بعض الأحيان ES، بعض الكلمات شاذة لكن شرحتها سابقا. I meet my friends. طيب هاي أول فعل meet. ونشرب and و and نشرب، فينا نقول drink. وبالعامية كتير أو بالإنجليزية كتير بحبوا الفعل have، وإحنا معاني have هو يشرب أو يتناول. and we have القهوة coffee. هذه أول كلمة يمكن لازم نحفظها باللغة الإنجليزية لمحبي القهوة. and we have coffee، شو معنى معا؟ together. okay. together هذه هي الجملة، كتير حلوة. إذا فينا نقول drink، نعم، وفينا كمان نستعمل have، كتير نسمعها وحب أعطيكم إياها تتعلموها لحتى تعرفوا إنه have لها العديد من المعاني، فحلو إنه نتعود عليهم ونتشجع ونستعمل هذا الفعل لحتى نتحدث اللغة الإنجليزية ونفهمها بشكل صحيح. طيب every day after work I meet my friends. إذا work وليس work، work
I meet my friends and we have coffee together. طب نشوف الجملة الثانية. البارحة بعد العمل. البارحة شيء حصل. ومع البارحة رح نستعمل لما نقول البارحة باللغة الإنجليزية اللي هي yesterday. دائما هنستعمل past simple الماضي البسيط. طيب خلينا نبدأ. البارحة إذا هاي the key word كلمة مفتاحية بتهين لنا حياتنا لنعرف كيف نكون الجملة. هل هستعمل المضارع؟ هل هستعمل الماضي؟ هل هستعمل المضارع التام المستمر؟ مع البارحة مع yesterday هنستعمل the present simple. Yesterday بعد العمل هي ذاتها after work. After work لنفترض عم قول after بعد الجامعة, after college, after university, شو ما بدك. إذن yesterday after work. طيب التقيت, هنبدأ الجملة بالضمير I. أنا I. طيب meet هو فعل شاذ غير عادي irregular verb. لما بدنا نحوله للماضي في عنا هذه التصريفات, هو meet. أوكي هذا التصريف الأول اللي نستعمله بالمضارع, وإذا كنا عم نستعمل هي شيء كضمير بدلا من I سنقوم بزيادة S إلى آخره. إذن إما meet أو meets. بالماضي التصريف الثاني هو met. met يعني التقى. إذن met مع E واحدة, لا نقوم بزيادة ED إلى آخر الكلمة. لا نقول meted لأنه فعل شاذ, فعل غير عادي irregular verb. إذن I met بأصدقائي هي ذاتها my friends. my friends and we إلى الآن كله تمام. and we هنا في عنا have. have هو التصريف الأول اللي نستعمله مع المضارع, وممكن يكون في عنا has مع he she it. بالماضي التصريف الثاني هو had. إذن had. ستصبح الجملة we had coffee together. إذا بتحب القهوة يلا دوس على زر لايك واكتب لي أنا أحب القهوة باللغة الإنجليزية. هيك بنكون عم نتمرن كيف نتحدث باللغة الإنجليزية ونكون جمل. إذا ما بتحب القهوة اكتب لي لا أحب القهوة, لكن اكتبها باللغة الإنجليزية. Yesterday after work I met my friends and we had coffee together. كتير حلوة, كتير بسيطة, لكن كتير غنية. ما بتصدق حالك قديش عم تتعلم حتى لو ما حاسس إنك عم تتعلم شي جديد. صدقني عم تتعلم من دون ما تكون عارفين حالك عم تستفيد عم تستفيد, لأنه مجرد عم نتعلم التصريفات من دون ما تتعلم القواعد المملة عم تتقدم نحو الإتقان. إذا غدا بعد العمل. غدا معناتها tomorrow. إذا غدا tomorrow بعد العمل هي ذات العبارة after work. كنا نعرفها tomorrow after work. سألتقي بأصدقائي, عم نتحدث عن خطة في المستقبل, شيء خططنا له. طب بالمستقبل ممكن نستعمل will, ممكن نستعمل be going to. هنا لأنه في عنا خطة خططنا لها مسبقا رح نستعمل be going to. إذا سنبدأ بالضمير I ثم be going to. مع I سوف تصبح am. am be سوف تصبح سوف نصرفها إلى am. ثم going to I am going to. ممكن الاختصار I'm going to. إذن tomorrow after work I'm going to meet. سنستعمل هذا التصريف المصدر my friends. بعد إلى الآن هي ذاتها my friends
and we هون كمان رح نستعمل be going to لكن be سوف نصرفها مع we بالمضارع اللي هي are. تحب تتعلم المزيد عن تصريفات be رح اترك لك رابط الفيديو بصندوق الوصف. And we are شرح مفصل يعني. We are الاختصار هو we're إذن we're وهوني I'm and we're going to have هذا هو الفعل تصريف المصدر من دون زيادات. Okay, we're going to have coffee together tomorrow after work. I'm going to meet my friends and we're going to have coffee together. هنتحدث عن خطة في المستقبل. بديكم تركزوا لي على هذه الجملة كثير مهمة لأنه الكونسبت فكرة المضارع التام شوي بدك تمرين وبدك تركيز لحتى تقدر تتمكن منها. إذا هنا رح نستعمل مثل ما قلت لكم المضارع التام. لماذا؟ أول دليل هو أنه عم نحكي لمدة 5 سنوات عم نتحدث عن فعل نعم حصل عدة مرات في الماضي لكنه ما زال إلى الآن يحدث. فهيدا نستعمل the present perfect شيء حصل في الماضي وما زال يحصل إلى الآن، ما زال له علاقة إلى الآن في الحاضر ولمدة هي for. okay. اللي بيعرف اللي تعلم معي المضارع التام بيعرف أنه for و since دائما نستعمل معهم المضارع التام. ليش هنا استعملنا for وليس since؟ هلا بقولكم خلينا نبدأ بالجملة. التقيت بأصدقائي. طيب هنا I نريد أن نستعين بفعل مساعد. الفعل المساعد من المضارع التام هو have مع I. I have أو حتى فينا نعمل اختصار I've. ثم التصريف الثالث لميت هو أيضا met. إذا meet met met. I've met my friends ونحن and we أيضا. فعل المساعد مع we هو have and we've أو we have. ثم have التصريف الثالث اللي نستعمله مع المضارع التام أو الأزمنة التامة هو أيضا had. إذا have had had. إذا هنا في عنا we have had. مش صعبة لكن بدك وقت تتعود عليها وهذا الدرس هو هدفه يعودك على هيدا التمرين. نعم ممكن يكون في عنا 2 have تصريفات تختلف أكيد في نفس الجملة ورا بعض. We have had, we've had and we've had coffee القهوة together معا بشكل يومي. شو معنى بشكل يومي؟ daily. إذا daily daily لمدة 5 سنوات for 5 years. شو نفهم من هالجملة؟ إنه منذ 5 سنوات وإلى الآن ونحن ما زلنا نلتقي بشكل يومي ونتناول القهوة معا. هل تجملنا؟ نرجع نعيدهم لحتى نتعود عليهم بس خلونا الآن نجاوب على سؤال الدرس السابق. شو كان سؤال الدرس السابق؟ I فراغ right now I don't know what to do لا أعرف ماذا أفعل. إذا الاحتمالات كانوا bored boring am bored am boring. الجواب الصحيح هو I am bored يعني C. I am bored right now أنا أشعر بالملل الآن في هذه اللحظة. I don't know what to do لا أعرف ماذا أفعل. لماذا؟ أولا شو الفرق بين bored و boring؟
هما صفتان. bored يعني يشعر بالملل. boring يعني ممل يسبب الملل. إذا bored يعني يشعر بالملل. boring يسبب الملل. لذلك نحن عم نقول إنه أنا أشعر بالملل. نحن نستعمل bored وليس boring. فما فينا نقول لا boring ولا am boring. أوكي okay؟ هذا هو المعنى المقصود من الجملة. إلا لو أنت عم تقول إنه أنا ممل فبتستعمل I am boring. طيب لماذا am bored وليس bored؟ لازم يكون في فعل بالجملة. إذا قلنا I bored right now الجملة لا تحتوي على فعل وهذا خطأ خطأ فادح باللغة الإنجليزية. كل جملة باللغة الإنجليزية يجب أن تحتوي على فعل وهنا الفعل هو فعل يكون فحتكون جملة I am bored right now. إذا خلينا نعيد قراءة الجمل. Every day after work اللي حابب يعمل سكرين شوت تقدر تعمل سكرين شوت وأنا حأرسلكم سكرين شوت على كل حال على قناتي في تليجرام وعلى صفحتي في الفيسبوك. Then every day after work I meet my friends and we have coffee together. Yesterday after work I met my friends and we had coffee together. Tomorrow after work I'm going to meet my friends and we're going to have coffee together. I've met my friends and we've had coffee together daily for 5 years. إذن هذا كان درسنا لليوم. بتمنى يكون عجبكم. العادي يلا comment, like, comment وshare. وأنا عن جد كل يوم بدعي لكم بقلبي بالخير. وإذا حاب تتعلم المزيد معي بنصحك تشاهد هذا الدرس. هذا أحلى درس لإلي. ولا يصلك الدروس أول بأول يلا اضغط على هذه الدائرة اعمل سبسكرايب فعل زر الجرس وشوفكم إن شاء الله بالدرس المقبل. بدعي لكم بالتوفيق. يلا السلام عليكم.